رفضاً لبيع وتسريب أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها صفقة بيع مشبوهة تشمل 500 دنم من أراضي البلدة القديمة، وللوقوف بوجه الجرائم الكبيرة التي يرتكبها بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلس بحق المسيحيين الديني والوطني. شارك المئات منهم في تظاهرة حاشدة بمنطقة باب الخليل. هذه الكنيسة عربية فلسطينية وأردنية، ويجب أن تكون إدارتها أيضاً إدارة وطنية، وبالتالي من يفرط بالأوقاف، من يبيع الأوقاف بسعر البضاعة المسروقة، لا يصح أن يكون مؤتمن على هذه الأوقاف. من يحتقر رجال الدين العرب لا يصح له أن يكون مؤتمن أو رئيس لرجال الدين. من يحتقر طائفته لتساوي أكثر من 95% أو 99% من أبناء الكنيسة هم عرب فلسطينيين وأردنيين، من يحتقر هؤلاء لا يصح له أن يكون رئيس لهذه الكنيسة. هذه كنيستنا، هذا وطننا، وهذه أوقافنا، هذا تاريخنا وتراثنا، وسنحافظ عليه بكل ثمن. المشاركون طالبوا ثيوفيلس بالاستقالة الفورية لأنه لم يفي بتعهده لكل من الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية بالحفاظ على أوقاف الكنيسة التي تملك 100,000 دنم في فلسطين، كما طالبوا بمعرفة الشخصيات المتورطة في هذه الصفقات وعدد العقارات التي سربت لمحاولة استرجاع ولو بعض منها. وين تتم البيع بال 2011 ولكن فضحت إسا؟ عشان هيك بقول لك يعني دقيق ما بنقدر نعرف، ولكن 528 دنم في أرض طالبية في القدس، 1000 دنم في كيسارية، في يافا، بمنطقة الساعة أهم منطقة، في طبرية حد الدير، في الليد، في كل المناطق. أرض اللي انباعت في القدس هي تكفي لاحتياجات الكنيسة الأرثوذكسية يمكن على 50 سنة. وين هاي المصاري؟ هاي بحكي أرض واحدة، فشو بكيسارية، شو بيافا، في طبرية. خطورة الموقف لا تقتصر على سرقة ثيوفيلس لأموال الكنيسة والتلاعب بعقارات الأوقاف، بل إن اختياره لأملاك ذات أهمية دينية وتاريخية يهدد الكيان المسيحي في فلسطين التاريخية، مؤكدين على ضرورة وضع حد لمسلسل بيع أملاك من لا يملك لمن لا يستحق. من مدينة القدس المحتلة، آية الخطيب، رؤيا